السلام عليكم ورحمة الله، عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في عدد اليوم بعنوان الدويك أفضل لاعب رجوي في لقاء الترجي، واختارت جماهير فريق الرجاء الرياضي محمد الدويك كأفضل لاعب في المباراة اللي جمعت النصر الخضر بالترجي التونسي، وذلك برسم الجولة الخامسة من منافسة عصبة الأبطال الإفريقية. واختاروا أنصار الرجاء الرياضي محمد الدويك بعد استفتاء قامت به الصفحة الرسمية للفريق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من أجل تحديد نسر المقابلة وسط اللاعبين اللي بصموا على أداء جيد في مقابلة أول أمس السبت، وجا اختيار الظهير الأيمن بعد أدائه الجيد وشراسته الدفاعية، بالإضافة لحد من خطورة الجناح الليبي الخطير حمدو الهوني، وهو ما ساهم في منح النادي نقطة تعادل لإهلات الفريق الأخضر لدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا رسميا. في حين اكدت بعض التعليقات ان نسر المقابله كيستحق الجمهور الرجاوي اللي حضر بكتفه وساند الفريق، بالاضافه لانه رفع جوج تيفوات كاول جمهور مغربي كيقوم بهذه القضيه في تونس. السلامي يفاجئ لاعبي بقرار جديد بعد التاهل، وفي تفاصيل الخبر جرى فريق الرجاء الرياضي حصه تدريبيه امس الاحد كانت هي الاخيره للنسور الخضر في تونس العاصمه قبل عودتهم للمغرب بعد تحقيقهم التأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا من قلب ملعب رادس في تونس عقب تعادلهم مع الترجي الرياضي التونسي بجوج الأهداف مثلها. مكن الفريق الأخضر من العودة بورقة العبور للدور الموالي من المسابقة المذكورة، واستقر مدرب فريق الرجاء الرياضي جمال السلامي على خوض حصة تدريبية أمس الأحد قبل العودة لمدينة الدار البيضاء من أجل إزالة العياء بعد المباراة القوية اللي جمعته بموظفو الترجي التونسي، وبذلوا خلالها لاعبي الرجاء الرياضي مجهود بدني كبير بهدف حسم التأهل قبل الجولة الأخيرة، بالإضافة لأن اللقاء جاء بعد 3 أيام فقط من خوض المباراة ضد مولودية وجدة برسم مؤجل جولة 12 من البطولة الوطنية الاحترافية. الورفلي يطلب ترخيصا للسفر إلى ليبيا قبل استئناف التدريب، وفي تفاصيل الخبر طلب مدافع الرجاء الرياضي سند ورفلي من إدارة النادي الأخضر ترخيص ليه للسفر لليبيا للقضاء بعض اللوازم الخاصة قبل ما يرجع الرجاء الرياضي ويستأنف مع التدريب غدا الثلاثاء، وذلك بعد المباراة اللي خاضها اللاعب مع المجموعة الرجوية أمام الترجي الرياضي التونسي، ومن المنتظر باش يكون لاعب الدوري الليبي سند ورفلي حاضر في الحصة التدريبية اللي غيجريوها رجال الإطار الوطني جمال السلامي غدا الثلاثاء استعدادا للمباراة القادمة لفريق الرجاء الرياضي. وكان سند ورفلي قدم أداء جيد في موقع طرادس أمام فريق تونسي رغم تلقي الكشيفة الخضراء الهدفين أمام رجال المدرب معين الشعباني، بحيث قدم لورفلي مردود جيد إلى جانب بدر بانو في الدفاع. رئيس الترجي يقدم هدية خاصة لأبو شروان، وكرم نادي فريق الترجي الرياضي التونسي لاعب الفريق السابق هشام أبو شروان مساعد مدرب فريق الرجاء الرياضي قبل انطلاق المباراة اللي جمعت الفريقين مساء يوم أول أمس السبت برسم الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وإهدى رئيس الفريق التونسي حمدي المدب لهشام أبو شروان قميص الترجي التونسي بنفس الرقم اللي كان كيرتديه سابقا ملي كان لاعب في صفوفه، وأكد النادي التونسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذه الخطوة كتجي بمناسبة عودة هشام أبو شروان لملعب رادس لأنها فيه مشواره مع الفريق التونسي بهدفين حاسمين في الدور النهائي لكأس تونس أمام النجم الساحلي. المسار ديالو الناجح مع الترجي التونسي خلى مسؤولي وجماهير النادي كيخصوا مكانة خاصة للمساعد مدرب الرجاء الرياضي الحالي هشام أبو شروان، فضلا على علاقة الأخوة اللي كتجمع الفريقين منذ مدة واللي بانت من خلال الترحاب اللي رحبوا ببعثة الفريق والجمهور الرجاوي بتونس، بحيث منحات إدارة الترجي التونسي 3000 تذكرة مجانية لجماهير الرجاء الرياضي اللي ساندت الفريق في لقاء السبت الماضي بشرط إدلائهم بجواز السفر المغربي. السلامي يقرر منح لاعبيه يوم راحة بعد مباراة الترجي، وصلت بعثة فريق الرجاء الرياضي مساء أمس الأحد للمغرب قادمة من تونس بعد ما جراو اللاعبين حصة تدريبية صباحية لإزالة العياء ديال مقابلة الترجي التونسي بقاعة تقوية العضلات التابعة للفندق قبل ما تقرر البعثة الرجاوية شد الرحال صوب مطار سوسة من أجل العودة لأرض الوطن. وقرر مدرب فريق الرجاء الرياضي جمال السلامي منح يومين راحة للاعبيه مكافأة منه ليهم على تحقيق التأهل رسميا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا من تونس، بالإضافة لإراحتهم من العياء اللي صبحوا كيعانيوا منه مؤخرا بسبب إجراءهم لسلسلة من المباريات الصعيبة وبظرف زمني قصير جدا، ومنتظر باش يرجعوا لاعبي الرجاء الرياضي للتدريب غدا الثلاثاء استعدادا لقادم الاستحقاقات في مختلف المنافسات الدوري الاحترافي البطولة العربية للأندية البطالة وعصبة الأبطال الإفريقية.
الحصه التدريبيه القادمه غتعرف عوده مجموعه من اللاعبين اللي تعرضوا للاصابه مؤخرا. احداث يعود للتدريب بعد 4 ايام، وذكرت مصادر خاصه ان الاصابه اللي كيعاني منها مهاجم فريق الرجاء الرياضي حميد احداث ما كتكتسبش شي خطوره كبيره، بحيث كيحتاج ما بين 3 حتى 4 ايام من اجل استعاده عافيته والعوده لتدريب الفريق الاخضر بشكل طبيعي مع المجموعه الرجاويه. وكان تعرض اللاعب حميد احداد للاصابه في تدريب فريق الرجاء الرياضي على ارضيه ملعب رادس يوم الجمعه الماضي خلال الحصه التدريبيه للفريق الاخضر اللي سبقت اللقاء، الامر اللي خلاه يغيب على المواجهه اللي جمعت النصور الخضر بفريق الترجي الرياضي التونسي. وكيشكو حميد احداد من اصابه كتختلف على الاصابه اللي عانى منها في وقت سابق، ومن المعتذر باش يتمثل الشفاء في غضون 3 حتى 4 ايام. وكان مهاجم الرجاء الرياضي شارك كاساسي في مباراه مولوديش وجده يوم الاربعاء الماضي، وسجل هدف النصر الوحيد في ذاك اللقاء قبل ما يبدلو مدرب الرجاء جمال السلامي بسبب تعرضه للاصابه. الرجاء يعتمد على الفريق الثاني ضد ضابطه كلوب الكونغولي، ومن المنتظر باش يعتمد فريق الرجاء الرياضي الى الفريق الثاني خلال المواجهه اللي غتجمعو ضيفو فيتا كلوب الكونغولي برسم الجوله الاخيره من دور مجموعات دوري ابطال افريقيا، اذ غيقوم مدرب النصر الخضر جمال السلامي براحه لاعبيه الاساسيين بعد خوضهم 16 مباراه خلال 50 يوم الماضيه، وهو ما اثر على المردود البدني للاعبين مؤخرا، اذ صحو كيشتكيو من العياء خاصه بعد سوء البرمجه اللي كتطبق عليهم في مسابقه الدوري الاحترافي. قرار اعتماد جمال السلامي على الفريق الثاني جاء بعد مضمون رسميا بطاقه العبور لدور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا قبل جوله واحده من نهايه دور المجموعات، مع العلم ان المنافسه على المركز الاول مابقاتش قائمه بحكم ان الترجي الرياضي التونسي ضمنها من الان مهما كانت نتائج الجوله السادسه والاخيره اللي غيستقبل فيها فريق الرجاء الرياضي فريق فيتا كلوب كونغولي، فيما غيرحل الترجي الرياضي التونسي للجزائر لمواجهه شبيبه القبيل الجزائري. برنامج المباريات الاربعه المقبله للرجاء الرياضي، وغيجري فريق الرجاء الرياضي 4 مباريات مقبله في ظرف حوالي 12 يوم في شهر فبراير المقبل، اذ غيستاهل مواجهاته بخوض مباراه تشكيليه امام فريق فيتا كلوب الكونغولي برسم الجوله السادسه من دور مجموعات دوري ابطال افريقيا، وغيكتفي خلالها فريق الرجاء الرياضي باشراك اللاعبين الاحتياطيين واللاعبين الشباب كيف شرع في الخبر السابق، على اعتبار انه ضمن تاهله رسميا لدور ربع نهائي عصبه الابطال الافريقيه كتالي للمجموعه الرابعه، وغيواجه النصر الخضر في 5 من فبراير فريق اولمبيك خريبكا بملعب مركب محمد الخامس، وبعدها باربعه ايام غيواجه فريق مولوديه الجزائر في مواجهه حاسمه برسم دور ربع نهائي البطوله العربيه للانديه البطاله من اجل حسم تاهل المربع الذهبي للبطوله العربيه في 9 من فبراير المقبل، وغيرحل فريق الرجاء الرياضي من بعدها لمدينه الرباط في 12 من الشهر المقبل لمواجهه فريق الجيش الملكي في كلاسيكو جديد، علما ان الرجاء الرياضي كيحتل حاليا المركز الرابع ب 22 نقطه مناصفه مع الفريق الرباطي وعنده مباراه مؤجله. الرجاء يتعرف على منافسيه بربع النهائي العصبة في هذا الموعد، وفي تفاصيل الخبر غيتعرف فريق الرجاء الرياضي على منافسه بربع نهائي دوري ابطال افريقيا في 9 من شهر فبراير المقبل اللي اختاره الاتحاد الافريقي كاف كموعد لاجراء قرعه دور ربع نهائي المسابقه الافريقيه، تاريخ القرعه اللي غيتزامن مع موعد مباراه النصر الخضر ضد فريق مولوديه العاصمه الجزائري برسم اياب ربع نهائي البطوله العربيه للانديه البطاله اللي كتحمل اسم الملك محمد السادس، مع العلم ان لقاء الذهاب كان تهاب هدفين مقابل هدف واحد لصالح النصر الخضر، وحدد الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف يوم السبت المقبل كموعد المباراه الاخيره ضمن دور المجموعات دوري ابطال افريقيا، واللي من خلالها غيصطادف فريق الرجاء الرياضي فريق فيتا كلوب كونغولي بمركب محمد الخامس من مدينه الدار البيضاء على الساعه 5 مساء. سبع منافسين محتملين للرجاء بينهم الغريم بربع نهائي العصبه، وكينتظر فريق الرجاء الرياضي تعرف على منافسه بربع نهائي دوري ابطال افريقيا على هامش القرعه اللي غتستضيف العاصمه المصريه القاهره في شهر فبراير المقبل، وكيملك الفريق الاخضر احتمال مواجهه 7 منافسين على بعد جوله واحده من انتهاء دور المجموعات، وكيتعلق الامر بتيبي مازيمبي الكونغولي متصدر ترتيب المجموعه الاولى او الاهلي المصري النجم الساحلي التونسي او الهلال السوداني، وذلك على اعتبار ان الصراع مازال على اشده بين الانديه الثلاثه لتصدر المجموعه التاليه، وصن داونز الجنوب افريقي او الغريم التقليدي بحيث ان نقطتين كتفصل الفريقين قبل موعد مباراتهم السبت المقبل، هذا في الوقت اللي غيتفادى فيه فريق الرجاء الرياضي مواجهه الزمالك المصري الاحتلال والمركز الثاني على المجموعه الاولى
وهي نفس المرتبة اللي احتلها الفريق الأخضر، إضافة للترجي الرياضي التونسي على اعتبار أنهم كانوا بنفس المجموعة. الجماهير المغربية عامة والرجاوية خاصة كتسنى بفارغ الصبر القرعة ديال دوري أبطال إفريقيا، وما كرهتش الجماهير الرجاوية ديربي آخر هذا الموسم يكرسوا من خلاله التفوق في المنافسة الثالثة هذا العام بعد ديربي البطولة العربية للأندية البطالة والدوري الاحترافي. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم من جورنال فير، في أمان الله ونتلقاوكم بأخبار رجوية جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.